جمع أعلى مبلغ في تاريخ منظمة ماي بلوما، تعرض للعنصرية، لقي دعماً كبيراً من المجتمع. حزب البيئة دعاه للبرلمان السويدي، وقابل ماجدالين أندرسون رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، لكنه ولد في السويد ولا يملك إقامة فيها منذ أكثر من 11 عاماً. مرهف حميد، الطفل الأكثر شهرة عند السويديين هذه الأيام، كان يوم أمس في البرلمان السويدي مع عائلته بدعوة من حزب البيئة ورئيسته ميرتا ستينيفي، بحضور مجموعة من السياسيين والخبراء في قضايا الهجرة وحقوق الطفل. جمع مرهف أكثر من 5 ملايين كرون في مبادرة زهرة مايو، التي تذهب غالبية أموالها لدعم الأطفال المحتاجين، غير أنه ما زال يحلم بالإقامة. Hej, som ni alla vet heter jag Murraf och jag är snart 12 år, jag är 11 just nu. مرهف ألقى كلمة في البرلمان تحدث فيها عن وضعه وعائلته والمعاناة التي يعيشونها دون إقامة، حيث تنقلوا خلال سنوات عمره التي لم تتجاوز 12 عاماً بين 6 مناطق، الأمر الذي أثر على استقرار العائلة والأطفال. كما تحدث عن قلة مبلغ المساعدة المالية التي يحصلون كطالبي لجوء عليها في ظل الغلاء المستمر للمعيشة في السويد. لم تغب العواطف عن حديث مرهف في البرلمان، فتحدث للسياسيين والحضور عن أصدقائه وحياته في السويد، وأنه لا يرغب يوماً في ترك كل هذا والعودة إلى بلاد تمزقها الصراعات ولا يعرف عنها شيئاً. per månad för alla barn och vi 3 barn i en lägenhet. الأم عالية تحدثت أمام السياسيين بلغتها السويدية البسيطة، وهي التي تكافح منذ 13 عاماً لتكون موجودة بشكل حقيقي في هذه البلاد. غلبتها الدموع ولم تستطع أن تتماسك، وكانت تتمنى أن تحصل وعائلتها على حق الإقامة في السويد بعد سنوات من المعاناة، لعلها تضع حداً لمعاناتها. مرهف طالب في البرلمان بجمع التوقيعات له ليحصل على الإقامة، والمتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب البيئة وعدته بذلك. ومن منبر الكومبس جدد مرهف دعوته للمجتمع بالمشاركة في العريضة والتوقيع لصالح طلبه. الكومبس رافقت مرهف في البرلمان وأجرت معه هذه المقابلة بعد انتهاء الجلسة. Om du får uppehållstillståndet, vad ska du göra först? Jag kommer att vara glad, men jag tänker kanske köpa ett hus och en bil till mamma. Så vi började alltså på en bra start i alla fall. Och nu har du slutat sälja Maj Blomma och fick mer än 5 miljoner. Hur känns det? Det känns bra och glad. Idag har migrationspolitik från Miljöpartiet sagt till dig att hon ska skriva ditt namn i insamling. Ja, trodde du att hon skulle göra det innan du kom hit? Inte innan jag kom hit, men jag visste inte helt om de visste att det fanns en namninsamling, men att de vet det nu känns bra. من غير المعروف بعد كيف سيحصل مرهف على نسبته مما جمعه من أموال، حيث يحق له 10% من المبلغ، لكنه لا يملك رقماً شخصياً في البلاد، ولم يتضح بعد إن كان كل ما حصل سيؤثر على وضعه في السويد أم أن الضجة التي أحدثتها قصته ستختفي بعد أيام. لكن الواضح جداً أن الطفل مرهف وكل الأطفال يستحقون حياة يحصلون فيها على أقل حقوقهم بالأمان والاستقرار.